ينضم معنا من اسطنبول الدكتور محمد احمد موينا الاكاديمي والمحلل السياسي السوداني. دكتور محمد احمد، بدايه مرحبا بكم. بالفعل خرج السودانيون في مليونيه السلطه المدنيه لمطالبه المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطه للمدنيين. كيف تقرا هذا الاصرار من قبل المتظاهرين وقوى الحريه والتغيير لمواجهه العسكر؟ اخي العزيز، الشعب السوداني كله يريد ان ينتقل هذا الامر من العسكر الى سلطة مدنية كاملة ومع مشاركة المجلس العسكري الانتقالي الذي استطاع أن يكون شريكا مع قوى التغيير في صناعة إسقاط النظام باعتبارهما طرفا المعادلة في تحقيق أهداف الثورة. وكان حري بهذه القوة كلها وبهذه الأطراف أن تتوافق بحكمة وب روح وطنية عالية في التوافق نحو تحقيق أهداف هذه المرحلة الانتقالية. ولكن لاحظنا هنالك تراجع في الحوار وفي التفاوض، وتارة ينسب إلى المجلس العسكري وتارة ينسب الأمر إلى قوة التغيير، ويجعل الشعب كله يحتار في هذا الأمر. الآن خرجت مليونية، هذه المليونية مطالبها واضحة، وكذلك المجلس العسكري مطالبه واضحة، ولكن هنالك كأنما قوة خفية تحرك الشارع السوداني وتسيطر الأمور أو تدير هذه الخطوط. ما مدى صدقية المجلس العسكري الانتقالي عند حديثه عن الوقوف مع التظاهرات ما دامت سلمية؟ المجلس العسكري منذ تكوينه ظل يقول هذا هكذا كلام، وأثبت مرات كثيرة أنه جاد في هذا الأمر. وينبغي للقوى السياسية أن تضع المجلس العسكري في اختبار حقيقي وتضوع أمام الأمر الواقع وتنفذ كل المطلوبات، لكن المجلس العسكري قال صراحة هو حريص على تسليم السلطة للمدنيين خاصة فيما يلي المجال التشريعي والتنفيذي. أما في مجلس السيادة فيتم الشراكة بين المدنيين والعسكريين لإدارة هذه المرحلة، ودائما هو يبدي مواقف طيبة جدا تنال الشعب السوداني. هذه السرعة دكتور، هذه السرعة في إسقاط البشير وظهور المجلس العسكري كيف ستنعكس على مجرى المشهد السياسي في البلاد في ظل الدعوات لعدم استفزاز العسكر؟ الحقيقة الثورة السودانية في بدايتها أو حينما أسقطوا نظام البشير كانت النموذج يهتدى به، والآن كل الشعوب الحرة تنتظر من هذه الثورة أن تكمل مراحل نجاحها حتى يعني تكون مثالاً في الأمة التي هي الآن يائسة وبائسة بسبب ما يدور في العالم الإسلامي والعربي من تخبطات وديكتاتوريات وأحكام غير رشيدة. وبالتالي الآن هذه الثورة تعتبر ناقصة لأنها نجحت في المرحلة الأولى من إسقاط النظام، وبقي لها كيفية إدارة الدولة وهي المرحلة الأهم، وهي التي تحدد مسار هذه نجاح الثورة ومسار السودان في المستقبل. طيب. ماذا عن أرضية الانتقال السياسي في السودان؟ هل إعلان الحرية والتغيير جاهز فعلا يعني ليقوده للقيادة؟ ما مدى توفر دعم دولي صادق لهذه الخطوة؟ والله في الحقيقة نحن كمحللين من خارج الصندوق ننظر إلى الأمور بطريقة واقعية جدا. صحيح هنالك شد وجذب داخل الساحة السودانية وفي المشهد، وهنالك تصارعات، نشبه دائما أن هناك حلبة فيها متصارعان وهما شريكان في صناعة الثورة، ينبغي أن يكونان شريكين حميدين في المرحلة الانتقالية، ولكن نرى صراعا بين متصارعين اثنين. في النهاية سيكون ضحية هذا الصراع هو الشعب السوداني، وهذا التعطيل في التفاوض وحسم النزاع أو التفاوض بأسرع وقت ممكن أفضل أفصام، هذه الإطالة وهذا التطويل يؤثر سلبا على الشعب السوداني وعلى كسبه وحياته، وكذلك يتيح مسار للتدخل الأجنبي الذي سيفسد هذه الأمور، وكذلك فرصة لعودة النظام السابق بكل شيء. نعم، نشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد أحمد ضوينة الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني، كنت معنا من إسطنبول.